غادة عادل بقى كل لبسها من عندك ولا دي صور ولا ايه؟ شنط ولبس يعني عملت ده لله في لله ولا اديتيها فلوس عشان تعملي موديل؟ لا 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 لله في لله جدا. لا والله هي غادة جدعة جدا. اول لما ابتديت اعمل هي حبت الحاجة قوي وهي شبه قوي الحاجة، يعني حاجتي شوية بوهيميان شوية او شوية غير مش كلاسيكية. لا مش كلاسيكية خالص. فهي شبهها شوية الحاجة، فعشان كده حتى لما بحس لما اتصورت بيها كانت لايقة عليها، وبعدين كان في مصداقية ليه لان هي كانت بتمشي بالحاجة دي، مش مثلا مسكتهم في الشوت بس او كده، لا هي يعني بتلبسهم في حياتها عادي وبتخرج بيهم وكده. فهي كان وشها حلو جدا عليا لان ده كان تاني شوت انا فوتو شوت اعمله، والحاجة نورت جدا.